لكل الصحفيين والصحفيات من أجل الإجابة على كل صغيرة وكبيرة. تحية مجددة للجميع. أنا حقيقة دون مبدأ حكيم يكون واقف للبلد لأنه مرجع المهنة الأساسية تاعي. وبالنسبة للمشاركة الجزائرية في الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، كما تكلمنا هي مشاركة تاريخية، مشاركة استثنائية تكون للمرة 15 في تاريخ المشاركة. هذه المشاركة سوف تعرف مشاركة 46 رياضي، وهي سادس أحسن مشاركة في تاريخ المشاركات الجزائرية بعد ألعاب ريو التي كانت ب 65 رياضي، ألعاب أثينا ب 63 رياضي، ألعاب بيكان ب 62 رياضي، ألعاب موسكو ب 59 رياضي، كذلك ألعاب سيدني ب 47 رياضي، بعدها تأتي ألعاب باريس ب 46 رياضي، اللي حقيقة تعتبر من أحسن المشاركات بما أنها تضم في تعدادها إلا الرياضات الفردية. هذه المشاركة سوف تعرف 27 رياضي و19 رياضية فيهم ألمع نجوم الرياضة الجزائرية. المشاركة الجزائرية بالأرقام سوف تعرف نسبة 57.8% بالنسبة للذكور و 42.2% بالنسبة للإناث. في نفس السياق دائما المشاركة الجزائرية في باريس سوف تعرف لأول مرة في تاريخ المشاركة الجزائرية مشاركة الجزائر ب 15 اختصاص أولمبي. بالنسبة للرياضات الأكثر تمثيلا في هذه الألعاب نجد أكيد ألعاب القوى هم الرياضات، الرياضة الأكثر تتويجا في الرياضة الجزائرية بثمان رياضيين يتقدمهم البطل جمال السجادي، كذلك رياضة المصارعة التي عرفت نسق تصاعدي في آخر سنوات، ندعو إن شاء الله التوفيق في هذه الألعاب بثمان رياضيين أيضا يتقدم البطل بشير سيد عزار. دائما في نفس النسق لغة الأرقام تلاحظوا أنه رياضات الملاكمة والمبارزة بخمس رياضيين، جيدو الرماية بثلاث رياضيين، البادمنتون دراجات، التنس الطاولة، السباحة والافيرون برياضيين، والجمباز، الشراع وكذلك الكانوي ورفع الأثقال برياضي واحد. فيما يخص النسب المئوية فيما يخص ألعاب القوى وكذلك المصارعة ب 17.4%، والرياضات الأخرى تواليا الملاكمة ب 10.9%، والبقية كما أشرت فيها هو تمثيل نسبي للوفد الجزائري. جوهرتنا كيليا نمول رياضية الجمباز هي الرياضية الأصغر سنا في الوفد الجزائري ب 17 سنة، نتمنى لها إن شاء الله كل التوفيق بما أنها تحمل آمال الشعب الجزائري. البطل سمير بوشير هو الأكبر سنا في اختصاص الرماية ويشارك لأول مرة في تاريخه. متوسط سن الوفد الجزائري هو 26.56، أظن أنه رانا نشاركوا في تشكيلة شابة في نسبة مئوية لرياضيين يشاركوا لأول مرة في تاريخهم. فيما يخص السن تكلمنا أنه في رياضية واحدة أقل من 20 سنة الأمر يخص كيليان مور. 37 رياضي من 20 إلى 30 سنة، 5 رياضيين بين 32 و 35 سنة، و 3 رياضيين بين 36 و 39 سنة. في 73.91% رياضيين يشاركون لأول مرة في هذه الاستحقاقات الأولمبية، وهذا مؤشر إيجابي أنه في جيل جديد عازم على شريك الرأي الوطني. دائما في بالنسبة للرياضيين لأول مشاركة عددهم 34، 10 رياضيين يشاركوا لثاني مرة في الألعاب، وفي رياضيين فقط اثنين يشاركون لثالث مرة. الرياضيين اللي شاركوا لي ثالث مرة هو البطل وليد بيداني اللي عنده ثلاث مشاركات هو والبطل سيد علي بودينا اختصاص طبيعي. نتكلم الآن على معلومة مهمة تخص الجميع، اعتمدت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية
البطل أمينة بالقاضي والبطل ياسر تريكي كحاملة غاية وطنية لحق الافتداء. أكيد العام الخاص يعرف أنه بدون ممولون لا يمكن لنا تجسيد ما تقدمنا به أمامكم، وكذلك التزاماتنا مع الاتحادات الوطنية وكذلك الرياضيين. لذلك الشكر موصول إلى كل ممولين، نخص بالذكر شركة موبيليس، الناقل الرسمي للبورصة الجزائرية وهي الخطوط الجوية الجزائرية، المورد الرسمي للباس الرياضي وهي شركة بيك، وكذلك دار عزي للصناعة التقليدية والتي أهدتنا طاقم رائع فيما يخص اللباس التقليدي الذي سيرتديه أعضاء الوفد أثناء حفل الافتتاح. بالنسبة للباس الرياضي، قبل أن نستعرض سواء اللباس الرياضي أو الفيديو الذي يجسد حقيقة اللباس الرياضي اللي هو لأول مرة مستوحى من الثقافة الجزائرية. لدينا رمال صحراء ذهبية سوف تكون في اللباس الرياضي، لدينا بحر أبيض متوسط وسواحل جميلة سوف تكون في اللباس الرياضي، العلم الوطني كذلك حتمية سيكون في اللباس الرياضي، وأكيد الزديج الجزائري الذي بالطبع يعكس ثقافة وتنوع ثقافي جزائري. بما أنه تكلمنا أن هذه الألعاب استثنائية، فنحن سوف نكون سفراء من أجل إبراز التنوع الثقافي لبلادنا في باريس. هذه الصورة اللي تلاحظوها فيما يخص البطلة أمينة بالقاضي وكذلك ممثل عن شركة بيك، هذه الألبسة الرياضية التي أدعوكم إلى مشاهدة فيديو لتلاحظوا فيه عن قرب هذه الألبسة. كما تكلمنا أنه فيما يخص اللباس الرياضي كانت استشارة موسعة مع إحصائيين، مع رياضيين سابقين، مع أبطال، من أجل الاستقرار على هذا الاختيار اللي نظن كما تكلمنا اختيار يعكس الثقافة الجزائرية بتنوع. بعد اللباس الرياضي أكيد هناك زي تقليدي. الزي التقليدي أنا أود أن ألتحق يعني دار عزي لحقيقة قدموا لنا إضافة فنية كبيرة، وحتى أنه دار عزي كان اختيار صائب بما أنه أصلاً هذه الهيئة وهذه المؤسسة شرفت الجزائر في كثير المعارض خارج الوطن. لذلك مسيو عزي اللي حاضر معنا مشكور جداً على هذا الدعم وهذه الإضافة، خاصة أنه كان في إطار سبونسورين، وهذه جسدت حقيقة غيرة مواطن جزائري من أجل وضع البعثة الجزائرية في أحسن ظروف وفي أحسن صور. كما يخص اللباس التقليدي بالنسبة لكورد رابو، كما راكم تشوفوا راح يكون لباس سواء بالنسبة للإناث وكذلك البرنوس الجزائري اللي راح يكون حاضر لاسان في باريس. سيت اون ايماج اللي راح تسوق اللي راح تعكس الثقافة الجزائرية بحق. شكرا مجددا إلى كل الممولين. فيما يخص دليل الحلم الأولمبي، قبل انطلاق الوفد سوف يصلكم هذا الدليل اللي كان عمل ثلة من صحفيين جزائريين
لحقيقة أرادوا أن يقدموا حصيلة، راح يقدموا ديبورتري على أبطالنا، كذلك راح يقدموا معلومات قيمة لتخص المشاركة الجزائرية. هذا الدوكيمون اللي راح يكون متاح في الساعات القليلة المقبلة، وكل المؤسسات الإعلامية سوف يصلها إن شاء الله. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. شكرا لك. عفوا، شكرا لك سيد العام على هذه التوضيحات وعلى هذه التفاصيل. على كل حال، هذا الجزء الاول من تدخل سيد خير الدين البربري. سنواصل معك الجزء الثاني وفي الجانب الثاني فيما يتعلق بتنظيم المشاركه الجزائريه في العاب باريس 20. هيك الخط مره ثانيه. شكرا. شكرا جزيلا اخي يوسف. من خلال العرض اللي قدمناه، كنا قدمنا لغة الأرقام فيما يخص المشاركة الجزائرية في الألعاب الأولمبية 2024. أكيد فيه كثير من المعلومات اللي تخص التنقل الوفد، بما أنه تعلمون أنه مهام اللجنة الأولمبية هو التحضير اللوجستي والتنظيمي لمشاركة الوفد الجزائري في هذه الألعاب. كذلك هناك تنسيق تام مع كل الاتحادات الوطنية من خلال اجتماعات دورية لمتابعة والوقوف على مدى تحضير الرياضيين. سنفصل في ذلك من خلال تقديم تفاصيل حول لو ديتاي دو لا كومبوزون دو لا ديليغاسيون. نظن لازم نعرفوا باللي عندنا 46 رياضي. فيما يخص المدربين، هناك نظام تعمل به اللجنة الأولمبية الدولية، انه كل رياضة عندها الخصوصية تاعها، عندها عدد المدربين المسندة إليهم. لذلك لما نتكلموا بلغة الأرقام، سوف يكون 46 رياضي، المدربين سوف يكون 39 رياضي. لازم نتفقوا على مبدأ المدربين. المدربين قدمت الصلاحية الحصرية للاتحادات الوطنية لاختيار المدربين. اللجنة الأولمبية ليس لها دخل في اختيار من يرافق الرياضيين، هذا من صلاحية الحصرية للاتحادات. واليوم أنا جد سعيد برؤية أغلبية رؤساء الاتحادات أو ممثليهم حتى للإجابة على استفساراتكم فيما يخص الشق الذي يخص الاتحاديات. كذلك شيء مهم جدا يجب أن ننوه به، أن اللجنة الأولمبية وضعت كل الإمكانيات من الناحية الطبية لتعرفوا رياضة المستوى العالي حاليا أصبحت تركز على هذا الجانب. لذلك هناك عيادة متنقلة على مستوى القرية الأولمبية تشرف عليها الدكتورة فريال سويتر بمعية طبيبة نفسية تعرفوا لا بريباراسيون مونتال ولا تناص بي امبورطون في لو سبور دو نيفو. دونك راح تكون معنا طبيبة نفسية بالإضافة إلى 6 معالجين رياضيين اللي مهمتهم الوحيدة هي الاسترجاع ووضع رياضيين في أحسن الظروف من أجل خوض هذه المنافسة في أحسن الظروف. رئيس الوفد سوف يكون مرفوق بان ريجيسور حسب القوانين المعمول بها. كذلك راح يكون 4 مسؤولين اداريين، منهم المدير الرياضة على مستوى اللجنة الأولمبية الذي سيشرف على كل الملتقيات او الاجتماعات التقنية، كذلك مرافقة كل الاتحادات من خلال التواصل مع مختلف الاتحادات الدولية. كذلك فيما يخص لا كوميونيكاسيون، سوف يكون معنا يوسف طازير مدير الاتصال على مستوى اللجنة الأولمبية، وذلك من اجل التنسيق بين البعثة وبين كل المؤسسات الإعلامية. وحنا تكلمنا ونزادوا نعاودوا نأكدوا عليها أنه إذا استلزم الأمر ستكون هناك ندوة صحفية في باريس بالتنسيق مع كل الأسرة الإعلامية. إذا تطلب الأمر سوف تكون لنا مداخلات مع كل الأسرة الإعلامية، لأنه لدينا ثقافة أنه إذا غابت المعلومة انتشرت الإشاعة. لذلك نحن هنا لمحاربة الإشاعة، وتكلمنا أنه أنتم هما الصد المانع. الأسرة الإعلامية هي الحصن المانع اللي يحمي الأبطال تاعنا ويحمي الرياضيين تاعنا من الإشاعات ومن المعلومات اللي تقدر تأثر على الأبطال تاعنا. مهم جدا، لازم كامل نعرفوا أننا كأسرة أو كحركة رياضية فيها كل المكونات، فيها الرياضيين، فيها المدربين، فيها المسيرين، فيها الأسرة الإعلامية، فيها الجمهور الرياضي. ومن جهة أخرى نعرفوا باللي كاين أعداء الوطن اللي سيحاولوا بكل الطرق أنهم يشتوا على البعثة من أجل مشاركة نوعية. لذلك نحن على أتم الاستعداد من أجل تقديم أي معلومة أو توضيح
اون بليس نعاود نقول وناكد كرئيس وفد جو سوي اكسيسيبل لكل المؤسسات الاعلاميه وعندي الطاقه باش نجاوب على الجميع وفي اي وقت. اهم شيء ان ننور الجمهور الرياضي ونوصلوا المعلومه كامله، ما نبقاوش نعملوا بالاشاعه وحنا عندنا في مبدا من مبادئ الاعلام والقانون الاعلام واضح في هذا الامر، اي معلومه المؤسسه الاعلاميه او الصحفي من حقه يتحقق منها من المصدر. لذلك ناكد النداء انه اني جاهز في اي وقت باش نجاوب على اي سؤال ونرفع اللبس على اي معلومه. نواصل في نفس السياق، اكيد مهم جدا بعد ما قدمت الاعداد فيما يخص الوفد الذي سيشارك فيه نقطه اود ان اثيرها، انه ارتأت اللجنه الاولمبيه برئاسه السيد عبد الرحمن حماد بطل الاولمبي وزير الشباب والرياضه انه تكون دعوه مفتوحه لكل الابطال الاولمبيين من اجل الحضور الى الالعاب وانهم يكونوا مصدر الهام للابطال تاعنا. تعرفوا معنى انه بطل اولمبي، نتكلموا على نور الدين مرسلي يمد كلمة تحفيزية للبطل جمال سجاتي أو مولى سليمان. نعرفوا باللي هذه الجزئية مهمة جدا على في هذا المستوى. لذلك تم التواصل مع كل الأبطال الأولمبيين. عندنا 9 أبطال إلا اللي تعذر الحضور تاعهم على غرار الملاكم موسى اللي نتمناو له الشفاء العاجل. إنما كل الأبطال إن شاء الله سوف يكون حاضرون، سواء أبطال ألعاب القوى، سواء عمار بن يخلف سوريا حداد، كذلك كل الابطال اللي تكلمنا عليهم سواء مخلوفي سواء نور الدين مرسلي بني دمراح ابطال الملاكمه علالو الى اخره. لهذا انا حقيقه احيي هؤلاء الابطال على ردهم الايجابي، واللجنه الاولمبيه وضعت كل الامور وهيئت كل الظروف من اجل استقبالهم في باريس وتسهيل تواجدهم هناك من اجل تحفيز ودعم ابطالنا. هذا فيما يخص أعضاء الوفد الذي سوف يكون معنا إن شاء الله. أكيد الكل يتساءل أنه برامج تنقل للرياضيين وكذلك أماكن تواجدهم إلى آخره. اللجنة الأولمبية عملت على وضع الرياضيين والاتحادات في أحسن الظروف وفي أريحية تامة. لذلك كما تلاحظون فيه كثير من الرياضيين غير موجودين داخل الوطن، لذلك ليس هناك انطلاق رسمي للوفود. لدينا انطلاق رئيس الوفد مع إداريه من أجل ضبط الأمور على مستوى القرية الأولمبية يوم 18 إن شاء الله على الساعة 7 صباحا. سوف نغادر لأنه لدينا اجتماع فينال ديارم اللي راح يكون يوم 18 مساء. هذا الاجتماع اللي راح يضبط كل شيء مع اللجنة المنظمة، راح يكون كذلك استلام مفاتيح الغرف السيارات المخصصة للبعثة وما شابه، وكذلك راح يكون لدينا عمل يوم 19 من اجل استقبال اول وفد لي سوف يصل يوم 20. بالنسبه ليوم 20 فيه بعض الرياضيين اللي راح ينطلقوا هنا من الجزائر، نظن الامر يخص رياضيين قلال، وفيه كذلك ابطال للملاكمه اللي راح يلتحقوا مباشره من فرنسا الى القريه الاولمبيه بباريس. بعدها تواليا سوف يكون وصول كل وفود بمبدا بسيط جدا، هو انه اللجنة المنظمة وضعت بند أنه كل رياضي يمكن له الدخول إلى القرية الأولمبية أسبوع قبل انطلاق المنافسات من أجل التدرب وكذلك التأقلم مع ظروف المنافسة. لذلك كل الرياضيين سوف يصلون اتباعا أسبوع قبل انطلاق المنافسة، وأكيد المغادرة سوف تكون مباشرة بعد انتهاء المنافسة. فيما يخص حفل الافتتاح اللي راح يكون يوم 26 جويليا، سوف تشارك الجزائر ب 29 فرد. هاد 29 فرد ضبط العدد لم يكن من طرف اللجنة الأولمبية الجزائرية، إنما من طرف اللجنة المنظمة. أنتم تعلمون أنه حفل الافتتاح سوف يكون تاريخي واستثنائي لأول مرة ينظم خارج ملعب، سوف ينظم على متن قارب في لاسان. أنتم متصورين الظروف كيف راح تكون. لذلك الجزائر تم اسناد لها 29 مارشينغ باس اللي راح يكونوا باللباس التقليدي مع لي دو بور درابو، وان شاء الله يقدموا صوره ممتازه تليق ببلادنا. اكيد لما نتكلموا على المشاركه لازم نتكلموا على الشق المالي. مهم جدا ان نوضح انه بعد النتائج السلبيه لطوكيو 2020 التي اجريت في 2021
كان هناك دق ناقوس الخطر من كل الهيئات الرياضية ومن السلطات العليا في البلاد. لذلك الشكر موصول للسيد رئيس الجمهورية على استحداثه ميزانية التحضير الأولمبي والتي أسندت لوزارة الشباب والرياضة التي هي مشكورة أيضا من خلال إيصال كل إمكانيات لكل الاتحاديات. لو نتكلموا لغة الأرقام، ميزانية التحضير الأولمبي كانت في 2022-2023 و2024 بميزانية 280 مليار سنتيم. أحدد 280 مليار سنتيم كانت ميزانية التحضير الأولمبي التي أسندت للاتحاديات. نقدر نقول أنها إضافة نوعية، إنما شيء معقول جدا. هذا الرقم لا يخيف مقارنة مع متطلبات المستوى العالي ورياضينا وأبطالنا. فيما يخص هذا الدعم، كان هناك بعض الإجراءات التي هي الفرصة اللي أوضحها باش الأسرة الإعلامية وكذلك الجمهور الرياضي يعرف كيف صرفت هذه الإمكانيات. الإمكانيات هذه كانت بناء على عقد برنامج بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الوطنية. الاتحادات الوطنية هي التي قدمت البرنامج اللي كان أكيد عصارة عمل بين الرياضي والمدرب والاتحادية، والذي قدم للوزارة اللي نظن أنه مولت 100% كل طلبات الاتحادات. اللجنة الأولمبية دورها في هذه المعادلة هو تقديم إضافات وكذلك مرافقة نوعية لكل أبطال بشروط. تعرفون أن المنح الأولمبية تقدم بشرط أنه يكون رياضي في أحسن 10 رياضيين في العالم. لذلك اللجنة الأولمبية قدمت ما يعادل 6 مليار سنتيم لكل الأبطال تاعنا كإعانات في صور منح، سواء منحة سيو ولا أكنوا وكل ما يشبه. كذلك شيء مهم جدا يجب أن نوضحه، في بعض الأحيان الترسانة القانونية تفرض أنه تتعطل دخول الإعانات المالية للاتحادات، خاصة في مع بداية كل سنة مالية. لاحظوا أن كل اتحادية مطالبة أنها تعقد الجمعية العامة، مطالبة أنها تدير التقرير المالي والأدبي، مطالبة أنها تضع ملف على مستوى الخزينة بور أفوار لوكيتيس. لاحظوا أن هذه العملية أحيانا تستغرق 4 أشهر. لذلك حرصا من اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية من أجل ضمان استمرارية التحضيرات، كل الإمكانيات قدمت للاتحادات، أكثر من 40 مليار سنتيم قدمت الاتحادات في هذه الفترة من أجل ضمان عدم انقطاع برامج التحضير. لذلك أؤكد لكم أن كل الاتحادات الأولمبية تم التكفل بطلباتها في هذه الفترة، ولم نحس تماما بتأخر دخول الإمكانيات للاتحادات. لذلك الشكر موصول مجددا للسلطات العليا في البلاد على كل الإمكانيات المتاحة من أجل وضع رياضينا في أحسن الظروف. كذلك الشكر موصول إلى كل الاتحادات الوطنية اللي حقيقة تعبوا كثير وعملوا كثير، ونظن أنه نحن اليوم جد راضون على مدى التحضيرات. ولما نتكلموا على تقييم التحضيرات لازم نتكلموا لغة المؤشرات. هناك مؤشرات إيجابية تعكس أنه هذه الإمكانيات وهذه التحضيرات وهذا الحرص وهذا العمل قدم الثمار تاعو من خلال ميداليات عالمية. نتكلموا ميدالية فضية للبطل سجاتي جمال، نتكلموا على ميدالية فضية للبطلة كيليان مور، نتكلموا على ميدالية فضية للبطلة إيمان خليف، بدون ذكر الميداليات العالمية وكذلك الميداليات الإقليمية وكذلك الجهوية. اليوم ما نتكلموش على تكهنات في الألعاب الأولمبية، اليوم نتكلموا على أهداف. أهداف اللجنة الأولمبية أهداف منطقية، لأنه رياضة المستوى العالي ما فيهاش تكهنات. نقدروا نتكهنوا نفوزوا بعشر ميداليات وما نفوزوا بحتى ميدالية، نقدروا نتكهنوا نفوزوا بميداليتين ونفوزوا بعشر ميداليات. لذلك عندنا أهداف مبنية على المنطق. المنطق اللي خلينا نطمح أن نفوزوا بميداليات كما تكلمنا هي المؤشرات الإيجابية نتاع الأبطال تاعنا. لاحظوا أنه البطلة كيليان مور راهي في نسق تصاعدي من خلال نتائج إيجابية، سواء على المستوى العالمي من خلال ميدالية فضية في بطولة العالم، كذلك فوزها بكثير من الميداليات الذهبية في كؤوس العالم. هذه مؤشرات إيجابية. أنه نلاحظوا أنه بطلة في سن 17 سنة تصنع جاست يسموه لونمور لسجل رسميا بدرجة صعوبة عالية على مستوى الاتحاد الدولي. من حقنا كمسيرين، من حقكم كصحفيين، ومن حق الشعب الجزائري أنه يطمح أنه هذه الرياضية
تهدي ميدالية في الألعاب الأولمبية، ولما لا تسمع قسما في سماء باريس. كذلك لاحظوا الأرقام القوية اللي حققها البطل جمال سجاتي في اختصاص ألعاب القوى، ميدالية الفضية في بطولة العالم. تخلينا كذلك نطمح ونأمل أن هذا الرياضي يهدي الجزائر ميدالية. لاحظوا كذلك النتائج الاستثنائية للملاكمة إيمان خليف، رغم كل ما تعرضت له، والحمد لله كان عدالة إلهية، اللجنة الأولمبية الدولية سحبت الاعتماد للاتحاد الدولي للملاكمة لأقصى البطلة إيمان خليف في آخر بطولة العالم. واليوم نلاحظوا أن إيمان شاركت في الدورة التأهيلية التي نظمت تحت لواء اللجنة الأولمبية الدولية وتأهلت، والآن راه يتحضر في أحسن الظروف باش إن شاء الله تحقق المجد الأولمبي. فيه أبطال آخرين بدون أن نضع الضغط عليهم، عندنا أبطال اللي عندهم مقومات وما همش بعاد على البوديوم العالمي والأولمبي. نتكلموا على البطل بشير سيد عزارة، نتكلموا على دريس مسعود، نتكلموا على وليد بلاني والبقية، كلهم أبطال اللي نعول عليهم من أجل تشريف الرأي الوطنية. كذلك يجب أن نكون عقلانيين وواضحين، لازم حتى الأسرة الإعلامية من خلال تعليق تاعها على النتائج نكون واضحين. فيه بعض الرياضات اللي ما عندهاش معالم الميدالية العالمية والأولمبية، التأهل بحد ذاته إنجاز، أنه رياضي يتأهل يولي في مصاف أحسن 25 رياضي في العالم هذا إنجاز. لازم نعاونوا الرياضيين ونرافقوهم ونعطيهم الدعم المعنوي. ما نقولش، ما نحاولش نتكلم على بعض الصور السلبية، لأنه اليوم رانا في ندوة صحفية، نحن متفائلون، نتكلموا غير بالطاقة الإيجابية، ونتمنوا إن شاء الله أننا نفرحوا كامل كيف كيف. لذلك أبطالنا محتاجين الدعم المعنوي. الدعم لا يكفي من الأبطال الأولمبيين لما يرافقوهم، لا يكفي من طرف رئيس الوفد، لا يكفي من رؤساء الاتحادات، لا يكفي من المدربين. الأسرة الإعلامية كذلك لديها دور فعال، لديها دور جوهري، لديها دور محوري في حماية الأبطال تاعنا، في دعمهم نفسيا. نظن أنه أنا ما عندي شك ومرتاح جدا، خاصة بعد المحتوى اللي راني نشوف فيه في آخر الأسابيع من كل المؤسسات الإعلامية اللي حقيقة ترافق كل صغيرة وكبيرة، وهذا هو الإعلام اللي كنا نحلم به واليوم رانا عايشينه الحمد لله. كذلك نقطة أود أن أوضحها وكذلك أركز عليها، أنه الإعلامي من حقه يوصل المعلومة، هذا حق دستوري يكفله القانون. لذلك نعاود نأكد أنه أبوابنا مفتوحة لتقديم كل التوضيحات في كل الرياضات وفي كل الاختصاصات، حتى أنه لو تطلب الأمر تكون ندوة صحفية نعاود نديروا ندوة صحفية، لأنه أهم شيء والشيء اللي لازم نركزوا عليه هو تنوير الرأي العام. ما لازمناش نسمحوا لبعض أعداء الوطن أنهم يغلطوا الجمهور الرياضي ويقدموا معلومات مغلوطة. أنا حقيقة من هذا المقام قبل إتاحة الفرصة للأسرة الإعلامية من أجل طرح الأسئلة، ندائي للأسرة الإعلامية كذلك للدعم المتواصل لكل الأبطال تاعنا. أنتم تعرفون أن أبطالنا هم في مهمة وطنية في شهر الاستقلال، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والسداد، ونحن على ثقة من خلال تواصلنا الدائم معهم أنهم لن يدخروا أدنى جهد من أجل تشريف الرأي الوطني. أجدد شكري كذلك للسلطات العمومية في البلاد، للاتحادات الوطنية بكل إطاراتها ومكوناتها، لكل الممولين الذي يجب أن أذكرهم، شركة موبيليس، الناقل الرسمي للخطوط للوفد الجزائري الخطوط الجوية الجزائرية، دار عزي، وكذلك الممول بيك. كذلك الشكر موصول للأسرة الإعلامية التي ستكون الداعم رقم واحد لأبطالنا، خاصة أنه نحن محظوظون هذه السنة أنه فيه إعلاميين اللي راح يكونوا حاضرين في الألعاب، فيه التلفزيون العمومي اللي اشترى الحقوق، فيه كذلك الإذاعة الجزائرية التي راح تكون حاضرة، وين سوف نلتزم أننا سوف نقدم كل كبيرة وصغيرة يوميا من أجل تنوير الرأي العام. شكرا لكم على حسن الإصغاء، والكلمة لكم من أجل طرح الأسئلة. تفضل يوسف. شكرا سيد نبيل عبد، شكرا. بدوري الترحاب بزميلاتي زملائي الصحفيين، مثلما أرحب أيضا
برؤساء الفرق الرياضية الممثلين عنهم الحاضرين معنا في هذا اليوم في هذه الندوة في هذا المؤتمر. أذكر بالخصوص سيد رئيس اتحادية التجديد سيد رجيد عمر حبيب، سيد رئيس اتحادية المصارعة المصارعة المشتركة سيد حمزة دكتور مرحبا بك، سيد رئيس اتحادية الرمي مرحبا أهلا وسهلا، سيد رئيس اتحادية المبارزة وأيضا المدير الفني الوطني لاتحادية ألعاب القوى والجودو ومدير اتحادية الجودو. هاد المسؤولين يعني مستعدين باش يجاوبوا على الأسئلة إذا كان فيه أسئلة، ولكن بعد نهاية الندوة الصحفية لسي خيردين مباريرة اسمه الجزائر. سننطلق في مسار الأسئلة والأجوبة، ولكن رجاء من زميلاتي زملائي فقط. هنا رئيس الاتحاد تاع جمباز سمحوا لي في الدارية يعني زعتر، شكرا برضه، أهلا بكم، شكرا. إذن سننطلق مباشرة في الأسئلة والأجوبة، ولكن رجاء من زميلاتي زملائي فقط التقديم يعني الهوية والمؤسسة على كل صحفي الذي يبادر بالسؤال أن يقدم نفسه وأيضا المؤسسة الإعلامية التي ينتمي إليها. ليلة تحت بركة الله. تفضلوا. السلام عليكم. وي تقصي راديو جوني انترناسيونال. شكرا على هذا السؤال الوجيه. كنت تكلمت في المداخلة تاعي أنه اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بالتنسيق مع كل الاتحادات ليس لها تكهنات، إنما لديها أهداف. تكلمنا أنه يجب أن نكون واقعيين في وضع أهدافنا. أهدافنا هو إهداء الجزائر ميداليات، كذلك إسعاد الشعب الجزائري الذي هو جمهور متطلب وجمهور يستحق كل الخير وكل التتويجات. لذلك تكلمنا أنه فيه اختصاصات لدينا فيها معالم وتقاليد الميدالية الأولمبية، نخص بالذكر ألعاب القوى الجمباز والملاكمة، بدرجة أقل فيه رياضات أخرى على غرار الجيل والمصارعة. أتمنى إن شاء الله أنهم يكونوا في يومهم ويقدموا أحسن ما لديهم من أجل تشريف الرأي الوطني. شكرا. شكرا أخي على السؤال القيم. حقيقة تكلمنا أنه ألعاب باريس هي ألعاب استثنائية، سواء لنا كمسيرين، سواء للرياضيين، سواء للشعب الجزائري. فيه جالية، فيه امتدادات، فيه علاقات تاريخية. جاليتنا الجزائرية سوف تكون اللاعب رقم 12 اللي راح يساند الأبطال تاعنا. حتى اللجنة الأولمبية فيما يخص هذا المسعى كان لدى عمل دؤوب مع سفارة الجزائر بباريس، حيث سيتم إطلاق دار الجزائر يوم 20 جويلية المقبل إن شاء الله في بلدية ليل ساندني. نمد تصور صغير على دار الجزائر وش راح يكون فيها وش هي الأهداف تاعها. دار الجزائر هذه راح تكون نقطة تواصل بين أبطالنا وبين الجالية الجزائرية بالمهجر، كذلك الملحق الثقافي للسفارة لديه برنامج ثقافي من خلال إحياء سهرات، كذلك إحياء مناسبات اللي يكون فيها الطابع الجزائري حاضر بامتياز.
اللجنة الأولمبية تنسق مع القائمين على هذه المبادرة من خلال برمجة زيارة أبطالنا. مشاهدينا، تابعنا وإياكم جانبا من الندوة الصحفية التي عقدها الأمين العام.